مساء النور لكم ومرحبا في هذا الفيديو المباشر واللي خصصنا له هذه الليلة عنوان هوبل السادس وحراس المعبد الدريبي والعنصر نموذجا. في الحقيقة يعني وصف بائعي الوهم اللي يطلق الآن على كل من يفضحون ما يجري في المغرب، وفي الحقيقة يعني يقابله أيضا مصطلح آخر اللي هو أيضا هناك بائعي الوهم في الجهة المقابلة، بائعي الوهم الذين يدافعون عن الظلم ويدافعون عن الظالم ويدافعون عن مؤسسات الظالم ويدافعون عن السكتة القلبية التي يتجه إليها المغرب، واللي يعني قريبا ستعرف نهايتها سواء طبلوا أو لم يطبلوا، سواء دافعوا أو لم يدافعوا. هذا بائعي الوهم اللي واحد يعني اللي يشرفني على أن نكون واحد منهم، أصبحوا يزعجون حتى الناس اللي يوظفهم النظام المغربي من أجل مهاجمة أفكارنا ومهاجمة الأشرطة والفيديوهات اللي نقوم ببثها عبر الفيسبوك. وفي الحقيقة احنا كنا نرغب في نقل شيء زين عن المغرب، أو ننقل شيء يحدث في المغرب زين يبشر بالخير أو يفرح الناس أو يفرح الشعب أو ينصف المظلومين، ولكن مع الأسف أنتم تشاهدوا في كل دقيقة وفي كل ثانية لا يصل من المغرب إلا الكوارث، كارثة بعد كارثة، احتجاج بعد احتجاج، ظلم بعد ظلم. الآن أصبح القتل، الآن مروا إلى مرحلة القتل باش يرهبوا الناس وباش يخلعوا الناس باش الناس تتراجع، ولكن أعتقد على أنه الآن الشعب المغربي ليس لديه ما يخسر. الشعب المغربي الآن أصبحت مقاييس الخسارة والربح عنده واحدة، وسيتجه إلى النهاية وسينتصر في النهاية، سينتصر على كل هذه الوسائل والأدوات المستعملة لكبح جماح رغبته في التحرر، لأنه مع الأسف مستعبد اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا ومستعبد من كل الاتجاهات، ومن يحكمه يريد أن يرغب في أن تستمر هذه العبودية بكل الوسائل، ويستعمل مثل هذه النماذج اللي هي سنتحدث عنها الليلة، اللي هي الإذاعات الخاصة والأسماء التي تظهر في الإذاعات الخاصة، وأيضا المشهد السياسي واللي منه كمثال العنصر الذي الآن انتخب أيضا للمرة التاسعة على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية منذ 1986، وهو يوجد على رأس الأمانة العامة للحزب، والليلة كذلك انتخبوه بين قوسين أمينا عاما للحركة. لنبدأ بالدكتور الدريبي الذي فاجأني تصريحه عبر إذاعة ميد راديو، وإذاعة ميد راديو معروفة يعني لمن تشتغل ومدير العام من هو وعلاقاته بالمخابرات المغربية، هذا شيء معروف ونتوفر حتى على الأدلة إذا طلبت منا. عندنا كذلك، أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، عندي الأدلة التي تثبت ذلك، وإلى اضطررنا إلى كشفها سنكشفها، وسنكشف علاقاته مع المخابرات المغربية ودوره مع المخابرات المغربية. فطلع علينا الدكتور دريبي في هذا التسجيل اللي كان متداول اليوم وربما قبل يومين، ولكن أنا شخصيا ما شاهدته إلى اليوم، واللي فيه مهاجمة مباشرة أو تخويف للشعب المغربي وتقمص دور المخابرات في هذا التسجيل. الدريبي بدون لا حياء ولا حشمة يتقمص دور المخابرات ويهدد المغاربة على أنهم إذا استمروا في فضح
ما يجري في المغرب، فإنهم لا يجيبوهم وعندهم أسماءهم وعندهم كيف يكتبون، بل قال لدرجة أنه حتى إذا شرعت في الكتابة في الفيسبوك فإن هناك من يراقب كتابتك في تلك اللحظة. نبدأ ونسمع ما قاله الدكتور دريبي في هذا الدرس. بغيتو المغاربه يكونوا ساهلين، دابا زعما المغاربه غادي يغلب عليهم فيسبوك، غادي يبدلوا سباقته. انا كيضحكوني كي نشوف هذاك الطاقه بين مريض الفيسبوك كما مبتسم. هناك ملاحظة يجب الانتباه إليها واللي هي مهمة، على أنه كل هذه الأسماء التي تدافع عن النظام الفاسد المفسد الملكي العلوي في المغرب، واللي هو سبب مأساة الشعب المغربي، أشخاص دائما يستعملون مصطلح الشعب المغربي، يحاولون أن يظهروا بأنهم هم ينتسبون إلى الشعب المغربي وأنهم مع الشعب المغربي وأنهم يدافعون عن الشعب المغربي، وأن هؤلاء الأشخاص اللي هم الآن يتحدثون بلسان المعارضة في المغرب، سواء الجمهوريين أو غير الجمهوريين أو الانفصاليين اللي أنا واحد منهم، الخونة اللي أنا واحد منهم، فيستعملون لغة الشعب المغربي. هون بغى يبدأ لأنه يعني وراه يدافع عن الشعب المغربي وأنه هو مع الشعب المغربي، وأن احنا عظم قلت احنا أنا والآخرين لن ننال من الشعب المغربي، وأنه هو مع الشعب المغربي وجاي يوصل هذه الرسالة إلى الشعب المغربي اللي هو معاه، وأن الملك مع الشعب المغربي. هذا الشعب المغربي الآن اللي يهرب إلى الشواطئ باش يخلي المغرب لي كجمل بما حمل للنظام الهلكي المغربي وكلابه في كل مكان. هذا الشعب المغربي الذي يموت على أرضه اللي تدمر في كل يوم واللي تنسرق منه باسم القضاء وباسم أحكام صادرة باسم الملك. هذا الشعب الذي يقتل في البحر واللي يقتل بعالم اليوطي خنقا، كما حدث في آزرول، هذه السيدة الله يرحمها اللي قبل أيام توفات واللي أصابع الاتهام تشير إلى مخزني بين قوسين في القوات المساعدة، واللي اتهموا على أنه قتلها هي وجنينها في بطنها، واللي لا تحرك لا تحقيق ولا اعتقل المخزني ولا مسكينة راهي انتقلت إلى رحمة الله، كما انتقلت إلى رحمة الله حياة، كما انتقلوا كثير، محسن فكري ومجموعة من الأسماء، إبراهيم صيكا رحمة الله عليهم هذو كامل انتقلوا إلى رحمة الله، ومن تسبب لهم في ذلك راهم أحرار طلقاء، ممكن قاع يتم ترقيتهم بعد كل قتل في حق الشعب المغربي. فالآن بهذا الخطاب هو الدكتور دريبي مع الشعب ونحن ضد الشعب، بينما هو في الواقع العكس، نحن مع الشعب وندافع عن الشعب ونريد أن يعيش الشعب المغربي بكرامة وأن يعيش، سواء كنا جمهوريين أو كحلنا، حتى الصحراويين ليس لديهم خلاف مع الشعب المغربي وليست لديهم كراهية مع الشعب المغربي وليس لديهم صراع مع الشعب المغربي. الصحراويون أو الصحراويين عندهم صراع مع النظام الهلكي المغربي الذي سرق ثرواتهم والذي احتل أرضهم وسيخرج منها وسيخرج صاغرا بإذن الله تعالى طال الزمن أو قصر. انتم هذا خطاب لكم الثقافي هو المنهج فيسبوك، انتم راح تكين على الأرض الأطلس عرسي. يعني هو من صنف الأشخاص الذين مسندين على ظهرهم على شجر الأرز منذ عقود، يعني هون بغى يقول بأنهم يعني تاريخيا هو يعني هو ومن معه ومن يشتغل لأجله ولفائدته مقابل تمرير هذه الرسالة هم موجودين من قديم الزمان، وأن لا أحد يحركهم وأنهم مع الشعب المغربي، وأن إحنا الجمهوريين وغير الجمهوريين والانفصاليين والخونة اللي أنا واحد منهم واللي فرشرفني على أن نكون خائن بمنطقهم، فإحنا ضد الشعب المغربي وهو مع الشعب المغربي. يعني هؤلاء الأشخاص الآن الذي إذا سمحتوا باش تحاولوا تشاركوا الفيديو، هذو الأشخاص اللي الآن يدافعون عن المواطن المغربي
لن يحركوا شعرة في المواطن المغربي الذي يعاني من الظلم من طرف النظام العلوي الهلكي الفاسد المفسد وكلابه في كل قطاع. بمنطق الدكتور الدريبي. حقيقة أزلية. كيف قلت لكم دائما يركزون على انهم هم على المغاربه وانهم يتكلمون بلسان المغاربه، واحنا الى درنا استفتاء الان على هذا الشريط نعرف بانه المغرب بنسبه اميته المرتفعه وب يعني حتى عدم وصول وسائل التواصل الاجتماعي الى اكبر عدد من المغاربه، فانهم سيقولون بان هذا الخطاب لا يمثلهم كمواطنين مغاربه، لا يمثل الناس اللي في الجبل، ولا يمثل الناس اللي في القرى، ولا يمثل الناس اللي هما في الحقيقة يعني معارضين من الداخل، يعني معارضين لما يجري في المغرب، معارضين للنظام، ليسوا ضد الوطن، ليس ضد المغرب، لأن المغرب ما هو الملك، والمغرب ما هو الدريبي، والمغرب ما هو للحكومة المحكومة الحالية، والمغرب ما هو المغرب للمغاربة الحقيقيين اللي هي أرضهم ومن حقهم يعيشوا فيها. واجب على أنني نوجه ملاحظات والناس اللي خرجوا في تطوان يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية. لا أحد يمكن على أنه يسقط لكم جنسيتكم المغربية، ولكن إذا ناديتم بإسقاط النظام، لأن النظام هو الآن هو السبب في ما يجري لكم، ليست هي الجنسية المغربية اللي سبب في مشاكلكم. مشاكلكم مرتبطة بالنظام العلوي الهلكي وكلابه في كل مكان، كلابه الاقتصادية والإعلامية والسياسية وكل أنواع كلابه هي سببكم في ما تعيشونه الآن من مأساة اللي وصلت إلى حد غير مسموح به. إذن المطالبة بإسقاط الجنسية لا أعتقد أنه سيغير شيء، ولكن إذا طالبت بإسقاط النظام، وهون أكد على نقطة أساسية، إذا كان النظام الآن المغربي الهلكي الفاسد المفسد العلوي الذي يقتل الناس في البحر ويقتلهم خنقا بالأعلام ويقتلهم في مخافر الشرطة ويقتلهم بالتعذيب، فإنه سيأتي عليه يوم من الأيام هو كذلك لن يكون مسموحا له بمغادرة الشواطئ بتلك الطريقة التي يغادر بها الناس الآن هربا من الجحيم في المغرب. يا من تحكمون المغرب بقبضة الحديد والنار، والذين تتجاهلون مطالب الشعب في العيش بكرامة وحرية وثروات واقتصاد الثروات، فإنه سيأتي عليكم يوم لن تستطيعوا حتى مغادرة المغرب بتلك الطريقة التي يغادر بها الآن المهاجرون غير الشرعيين، وستجدون أنفسكم في وضع صعب 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 جدا، وآنذاك ستتخيلوا الطريقة أو الوضع الذي وضعتم فيه كل هذا الشعب الآن اللي جوعتوه وفقرتوه وقلعتوا منه أرضه وسلطتوا عليه قضاءكم الفاسد، وسلطتم عليه مؤسساتكم الأمنية الفاسدة، وسلطتم عليه آلة القمع في كل مكان، فإنه سيحاسبكم بتلك الطريقة التي الآن تقومون بفعلها تجاهه، ولن يكون لكم خيار سوى الهروب عبر البحر وامتطاع كذلك زودياكات، ولكن لن يسمح لكم الشعب بذلك، وستؤدون الثمن والأيام بيننا. إذا استمريتم في مثل هذه الطريقة واستمريتم في تجاهل مطالب الشعب ستؤدون الثمن بنفس الطريقة. إذن كل من يفضح الفساد فهو لا يوقر الله، لا يوقر الله، يعني تصوروا هذا الخطاب، يعني احنا خونه وحنا مرتزقه وحنا تسيرنا المخابرات الجزائريه وحنا بلاد الله تخلص عليه ولا كتب التدوين تخلص عليها
ونحن يعني شبعنا فلوس، هذا البيت عمر بفلوس كاع، ما عارفينش لين عدلوا الفلوس، الا كان حد محتاجها نرسلوها له، فالبيت راه عمر بالفلوس. احنا يعني اذا قلنا هذا الخطاب، اذا تكلمنا بهذا الخطاب، فنحن ضد الله. اما من يجوع الشعب ويسرق ثروات الشعب ويهرب فلوس الشعب الى الخارج ويهرب الذهب ويجوع المناطق التي يخرج منها الذهب والنحاس وكل المعادن، واللي يسرق ثروات الصحراء الغربيه، واللي يسرق الفوسفات، واللي يسرق السمك، واللي يجوع المغاربه، ليس ضد الله. ليس ضد الله. رانكم يا من تكتبون الآن في الفيسبوك ومن تنتقدون الله والوطن والملك ديالو، هو فإنه يجوز لكم 10 سنوات وستندمون على ما فعلتم. مازال يحلم بأن هذا الوضع المتدهور الآن الذي يعيشه المغرب سيستمر 10 سنوات، وأنه احنا اليوم ياك في 2018، أنه بعد إن شاء الله في 2028 نلقاو كذلك الدريبي لا زال يدافع عن أما الشعب هو راه مع الشعب وسيستمر الشعب. وتدوز 20 عام 20 وتدوز 30 عام 30 عام كاع، وهذول اليوم مخبين ورا وريقات، مخبين ورا إكرام، وتيعاير ويقيس في الله الوطن الملك في المغرب، راه تيعاير المغرب كاملين. إذا كيف قلت لكم دائما يحاول إظهار على أنه كل من ينتقد الوضع في المغرب فإنه ينتقد المغاربة، وأنه هو يدافع عن المغاربة وأنه هو مع المغاربة. وتعال نديرو استفتاء ونشوف واش كنت تتكلم باسم المغاربة، واش سمحوا لك المغاربة أنك تتكلم باسمهم أم لا. خطاب مضحك في الحقيقة. يعني المغاربة هون بغا يقول زعما النظام الهلكي الفاسد المفسد، النظام المخابرات القائم فقط على القبضة الأمنية، ودائما يلصقوا بالمغاربة، دائما يبغي يزوزوا بالمغاربة، ما يقد يقول النظام الحاكم في المغرب أو يقول الحكومة أو يقول الملك، لا يقول المغاربة، لأن المغاربة هذو الآن اللي مقلوعة منهم أرضهم، اللي جوعوهم، واللي عطشوهم، واللي عادوا يطلبوا اللجوء الإنساني في الدول الأخرى، واللي عادوا يطالبوا بإسقاط الجنسية، واللي كسروا البارح السيارات في تطوان، هذو سيوقفون الفيسبوك باش 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 يرتاح الملك، وباش ترتاح المحكومة المغربية. وسمعت وقريت قبل قليل على أنه رئيس المحكومة قال بأنه الوضع في المغرب أفضل من الوضع في فرنسا، الوضع في المغرب أفضل من الوضع في فرنسا. إذا إن شاء الله الفرنسيين لا يعودوا يطلبوا اللجوء في المغرب. رئيس المحكومة ولا يجوا يعني يخلوا هذه الحماية الاجتماعية كاينه في فرنسا، لانها لا تشبه الحمايه المغربيه، الحمايه الاجتماعيه في المغرب، لان هذه الحمايه الاجتماعيه بالنسبه له هو في فرنسا لا تساوي شيئا، بل الحمايه الاجتماعيه اللي كاينه في المغرب افضل من ما يوجد عليه الوضع في فرنسا. ما نعرف واش، ما بغيت نقول بانه حتى هو يكمل حشيش، ولكن يمكن كان حذا حد حتى هو يكمل حشيش قبل ان يطلع حتى هو في تصريحات يقول هذا. المغاربه يعني المغاربه هو يقول المخابرات، عمل المخابرات راه ممكن على انها تحد من الفيسبوك، تحد من تويتر، وتحد من انستغرام، وتحد يعني تسد هذا العالم، يعني المغرب يعود المغرب مقطوع على العالم، ولا حد يمكن يشوف ما يجري في المغرب. ما يبقى لا فيسبوك خدام ولا يوتيوب خدام. الآلة القمية. ولا انستغرام ولا تويت ولا حتى حاجة باش يدفع. الآلة القمية. كظن المغاربة سعى.
طفيو. زعما انهم راهم يعني المخابرات المغربيه مجهده. كانت لان شنو دور المخابرات نورمالمون؟ دور المخابرات هو كتابه التقارير الى 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 من يحكم المغرب عن الاوضاع التي تجري في المغرب والاستشراف لما يمكن ان يقع غدا. اذا كانت هذه المخابرات مقابله غير الفيسبوك باش توقف الفيسبوك وباش توقف الانستغرام وباش توقف التويتر باش ما توصل الحقيقه الى العالم عما يجري في المغرب، فليس هذا دور المخابرات الا في الدول الديكتاتوريه، الا اذا كنت الان تتكلم عن دوله ديكتاتوريه. اذا لانك الان ضمنيا بهذا الخطاب فانك تتحدث عن دوله ديكتاتوريه او ترغب في ان تكون ديكتاتوريه، لان المغاربه اللي تكلمت عنهم وتتكلم عنهم بطريقه التوائيه، المغاربه ما بغاو حد يقطع عنهم الفيسبوك، المغاربه بغاو حد يعطيهم حقهم، بغاو المغاربه يكونوا احرار في وطنهم، يكونوا ناس، يكونوا عندهم توصل لهم فقط على الاقل درجه الانسانيه، على الاقل درجه الانسانيه، لان مع الاسف ما فاتوا وصلوا حتى درجه الانسانيه. سؤال شنو تفضل؟ علاه ما تفاوض؟ علاش ما تفاوضش؟ ما عندنا القدره نتفاوض. كيف القدره؟ هل واش صحاب راسك عايش فين؟ في في في, في الغابه والله، يعني غير قاعد في واحد الغابه انت وحدك في هذا العالم كامل، ما عندك لا اتصال لا بالعالم، ما عندك لا منظمه تراقبك، لا عندك لا الولايات المتحده الامريكيه عارفك باش تعشيت، انت يا الدكتور دريبي عارفك الولايات المتحده الامريكيه باش تعشيت، يعني وروسيا ما هي عارفة ما هي جايب أخبارك، والموساد ما هي جايب أخبارك، والعالم كامل ما هو جايب أخبارك اللي باش انت تقطع الفيسبوك. عندنا القدرة نمشيو عند كل واحد الدار نجبدو. مزيان مزيان، هذاك الشيء اللي كديرو حاليا، يعني الآن حاليا هذا الشيء اللي كديرو، هذا الشيء اللي ديرو في الشعب المغربي، وأنكم اللي بغيتو في الخدمة تجيبوه من دارو أو ديروا له طريقة باش تجيبوه. والأمثلة كثيرة، ها المهداوي شكل، ها أبو عشرين شكل، ها الزفزافي وأصدقائه فرج الله همهم وفرج الله هم الجميع، جبتوهم معتقلي قديميزي كذلك راكم تعذبوهم في سجن تيفلت وفي غيرها، وعارفينهم دايرين إضراب عن الطعام، ورغم ذلك عايش دايرهم في الزنازن انفرادية، ومانعين عليهم التواصل مع عائلاتهم باش يجوا عائلاتهم من الصحراء الغربيه من العيون المحتله ومن غيرها، ويقطعوا 1300 كيلومتر باش يشوفوا اولادهم كتعذيب من هذه الاسر منكم. اذا فانكم هذا الشيء اللي تهدد به الان، انكم باستطاعتكم انكم توصلوا لاي واحد في داره، راكم دايرينه، راكم ديجا توصلوا للناس، راكم ديجا تعتقلوهم، ديجا اللي تكلم حل فمو يمشي، اللي طالب بحقه تعدلوا طريقه باش تجيبوه، يا اما تجيبوه بشكل مباشر او تجيبوه بطرقكم المعروفه، وليس الوضع يعني خافي على حد، كل شيء عارف بانه هذه هي الحقيقه. تاني كتقول لي وكتكتب لي وكتقول لي اجي ما كنتفاهموا معك، عندنا القدره نوصلوا لكل واحد. عندنا شكون انت؟ هل انت عنصر في المخابرات لاجيت، او انت عنصر في لا دي اس تي، ولا انت عضو في، والله انت تنتمي الى الامن الوطني، او انت تنتسب الى وزاره الداخليه، او انت اعلامي، او انت صحفي، او انت طبيب، او انت انت شنو صفتك حينما تقول بانه احنا، حينما تقول احنا يعني وتتكلم عن الجانب الامني، اذا انت شخص امني، إذا أنت شخص أمني وتستطيع على أنك تصل إلى الناس، أو الجهاز الذي تشتغل معه يستطيع الوصول إلى الناس في ديورهم. الناس هذو ناس ما 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 ماشي هذو اللي سرقوا أموال الشعب المغربي، ما هم هذو الناس اللي تعداوا على الشعب المغربي أو تعداوا على المؤسسات ديال الدولة، هذو ما هم ناس حرقوا سيارات الدولة، هذو ناس فقط يطالبون بحقوقهم، وعلى اقصى تقدير ممكن على انهم يديروا فيديو كيف ما نتكلموا الان، فقط سلاح الكلمه. اذا هذو اللي يستعملوا سلاح الكلمه واللي دافعوا عن حقوقهم يعني تجيبوهم، باغي نجيبوهم.
او تجيبو او متابعينهم او عارفين مش يكتبوا، واش يعني اضعت اكثر من الوقت فقط في شرح ما تفعلونه خفيه في الشعب المغربي. معروف بسميته بكريته بعنوانه، معروف طبعا عارفين انتم، عارفين يعني اسماء الناس وعارفين اسمه، ولكن سبحان الله مانكم عارفين يعني كيفاش تم الصفقات وكيفاش تم سرقه المال العام وكيف يتم صنع النخبه السياسيه. هالشي مانكم عارفينه، ما عندكم القدره كاجهزه مخابرات ولا كاجهزه امن على انكم تتجسسوا على هذه المنظومه وتوقفوا يعني الظلم منين كاين، او تحاولوا على انكم ترجعوا الامور الى مسارها الصحيح. يعني هذه القدره، هذه الخبره المخابراتيه تستعملوها فقط في متابعه الفيسبوك وفي متابعه الناس الذين يكتبون يكتبون كلمات فقط، ليست لا رصاصه ولا دبابه ولا صاروخ ولا اي شيء، ولا دمر ممتلكات العامه في الشارع العام ولا شيء، فقط واحد كتب في الفيسبوك. يعني انتم مجهدين لدرجة أنكم تستطيعوا أنكم تضبطوا هذو الناس، ولكن لا تستطيعون أن تضبطوا الناس الذين يسرقون المال العام. ما استطعتم مثلا، أعطيكم مثال اللي هو حي واللي أنا سأستمر إن شاء الله طيلة حياتي في فضحه وكشفه، اللي هو الدكتاتور فيصل العريشي، هذا الذي الآن عمر 19 عام على رأس الإذاعة والتلفزة ويسرق يوميا من فلوس الشعب. هذا ما قديتوا تجسوا عليه، هذا ما هم عارفين باش يتعشى، هذا ما هم عارفين المنظومة التي يشتغل معها ولمن يمرر الصفقات ومن يسرق معه، وعلاقته بخباشي وعلاقته بلغضة وعلاقته بوزارة الداخلية وعلاقته بالخفافيش الذين يحكمون المغرب. هذا ما قديتوا تعرفوه، ليست لديكم القدرة والمهنية والكفاءة من أجل أن تصلوا إليه. أطفي غرفي، اطفي غرتفي، علاش ما وصلناش لواحد وحنا في قادر نوصلو؟ توصلوا لشا ديروا له كاع، اقصى ما ديروا له راكم عكاشه والقرعه والسجون، يعني شي تعدوا تقطعوهم ديروا لهم لاسيد. هل ستمضون حياتكم في متابعه الاحرار وفي يعني الزج بهم في السجون و و و و و و والانتقام منهم؟ ألم تطرحوا على أنفسكم سؤال كم صرفتم في هذه المنظومة المخابراتية الأمنية التي لا تستهدف سوى التجسس على الشعب المغلوب على أمره، بدل أن توظفوها في ملاحقة الفسد الكبار، بدل ملاحقة الوزراء والمدراء العامين المؤسسات الكبرى ومستشاري الملك والملك بنفسه؟ أم أنكم ميكين؟ لكن نقولوا للناس احنا المغاربه الاحرار، اي الحرار الفدائيين الوطني، المغاربه الاحرار هم الان الذين ينتفضون ضد الظلم. المغاربه الاحرار هم الان الذين ينتفضون ضد الظلم، وليس المغاربه الاحرار هم الذين يشاركون الظالم في ظلمه. هذوك مغاربه انذال، لأنك أنت صنفت راسك معهم. المغاربة الأنذال هم الذين يشاركون الظالم في ظلمه، والمغاربة الأنذال هم الذين لا يقولون كلمة حق في الوقت المناسب. هذوك أنذال وعليهم من الحقارة ما يستحقون. أما المغاربة الأحرار أو الإنسان الحر، نطقها مزيان، الحر، الإنسان الحر، أو المغاربة الأحرار، أو الناس الأحرار بشكل عام، لأنه الأحرار في كل مكان، فالناس الأحرار هي التي تنتفض ضد الظلم، وهي التي لا تقبل الظلم، ويمكن تغيروا على الأقل بقلبها، هذوكم الأحرار، ماشي هذو اللي تدافع عنهم الدكتور. هذوك غير مجموعة من الأنذال لا يعرفون ما نعرف أسرارهم، ونعرف كيف يعيشون، ونعرف حياتهم الاجتماعية،
المخير فيهم مذلول 300%، مذلول له بالذال المعجمة. راح ماشي بك انت باش الوقت بدله، انت راك لقيتيها مبدله، ربط لها سيادتك، ربط لها رجال الحرام اللي خلوها. ايه بدلوها الاحرار وكالوها الشمايت، والان ياكلوها الشمايت، والان يتحكموا فيها الشمايت. عندك صح. فعلا شوف كم من عسكري كذبتوا عليه، قلتوا له الصحراء مغربيه، الصحراء مغربيه، يلا تدافع على الصحراء، يلا تموت في الصحراء، وخلى ولاده فازيلان، وخلاهم في خنيفره، وخلاهم في تازه، وخلاهم في اكنور، وخلاهم في تاهله، وخلاهم في كل مكان من المغرب، ومشى مسكين واسير، والله مات، والله ما رجع، والله ما زال مسكين مدوخ بهذه الكذبه اللي هي مغربيه الصحراء. وشكون اللي من استفاد من 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 القضيه؟ هل استفادوا منها؟ راهم الان يفترشون الكرتون، يفترشون الكرتون في شارع محمد الخامس بدون تغطيه صحيه، ما خليت لهم والو. كاين اللي رجع ولقى اسرته تخلات عنه. فعلا فعلا هذوك ناس على الاقل مشاو انسجاما مع انفسهم ودافعوا عن امر اوهموا على انه حقيقه، وقاموا بكل ما يجب أن يقوم به العسكري. ولكن شو أعطيتهم؟ واش الجنرال اللي يوكل السماء والتراب وما تحته من المسؤولين الكبار في الجيش الذين ينهبون الرافيطايمون وينهبون البنزين وينهبون ترى فضائحكم لا تحصى ولا تعد، فضائحكم لا تحصى ولا تعد، في الجيش، في الدرك، في البوليس، في المخابرات، في الوزارات، في كل مكان، فين ما صديت وجهك في المغرب تلقى الفضائح. اللي تلمات ما عرفنا حتى فين يدفون، اللي تعذب بالضوء، مزيان فعلا، فعلا، اللي تحرق، اللي تعلق، فعلا، ولكن شكون كان؟ الشمايت. حرة مناش خلاوها في 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 يد مجموعة من اللصوص يعجبوا قرب كرافطة والكومبلي والبارفان، أحدث البارفانات هذوما الأحرار، هذوما اللي تقول، هذوما اللي تدافع أنت عنهم، هذوما الأحرار الذين أكلوا السماء والتراب والبحر والشجر وما خلاوا أي شيء، والآن يقلعوا حتى الأرض من أصحابها. وعندك تعب، راه واحد شد عليك واحد، لا باللغة التهديد. اليوم كتسحب بأن غدا بعد غدا باغي تحسن الوضعية للناس، باغي البطالة تحيد من المغرب، باغي الفقر يحيد من المغرب. وهذا دور من؟ هذا دور من؟ هذا دور من؟ لاش الناس تدير الحكومات وتدير الوزراء وتدير المؤسسات؟ لاش؟ راه من أجل باش توفر هذا الشيء، باش الشعب المغربي يتوفر له هذا الشيء. لاش الناس خلص الضرائب؟ من اجل باش توفر له هذا الشيء. هذا الدور المؤسسات في الدوله، هذا هو دورها. ولكن اذا كانت المؤسسات ما هي مؤسسات، والوزراء ما هم وزراء، والحكومه ما هي حكومه، ومستشاري الملك شي من شفار على 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 اخوه، والملك حتى هو اكبرهم، وكل شيء فاسد، والإعلام المضلل، أليس من حق المغاربة هون منين ذكرنا الإعلام المضلل؟ واش ماشي من حق المغاربة على أن يكون عندهم إذاعات خاصة يعبروا على الأقل ما لا يستطيعون التعبير عليه في وسائل الإعلام العمومية؟ لماذا حينما استطعتم أو حينما رغبتم في 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 تضليل الشعب المغربي أنشأتم ما يسمى بالإذاعات الخاصة وهي معروفة لمن؟ ومن يحكمها؟ ورؤوس الأموال التي استثمرت فيها، وما خليت ولا واحد من غير العصابة يدخل معاكم في المجال، وأصبحتم تمررون نفس الرسالة غير بطريقة مختلفة، ذيك اللي تمرر في لا سنرتي ولا تمرر في دوزام،
فهي وفي ميديا ان تي في فانها تمرر في اذاعات خاصه ولكن بواحد الطريقه مجمله شويه. ولكن ما كاين اذاعه تعبر عن الشعب المغربي، عن حقيقه الشعب المغربي وما يعيشه من ماساه، من ماساه يوميه. الوصفة ليست من اختصاص الشعب، الوصفة من اختصاص من يسيرون البلد، هما اللي خاصهم يديروا الوصفة. ولكن يديروا الوصفات باش يسرقوا الفلوس، يديروا المشاريع الوهمية باش يسرقوا الفلوس، يديروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي سماوها ويعترفوا على أنها فاشلة، ورغم ذلك يزيدوا الشطر الثالث واحد 18 مليار درهم باش حتى هي كذلك يدير لها شي طريق. وهل يعني في نظرك انت يعني وتعتبر نفسك دكتور، واش لقيت شي دوله غربيه تقول للمواطنين اعطونا شي وصفه للخروج من موضوع البطاله؟ هل لقيت شي دوله في العالم تقول لشعبها اعطونا الوصفات باش نخرجوا من الازمه؟ ورا هذا دوركم، علاش تخلصوا؟ علاش تخلصوا؟ راه تخلصوا باش تقوموا بدوركم تجاه الشعب، باش تقوموا بدوركم في التشغيل وفي الصحه وفي التعليم وفي كل المسائل اللي هي حاجيات اساسيه بالنسبه للشعب. قول لنا كيفاش الناس يسمحوا الله يرحم والديك وعلى شو وصفه؟ اما هذيك الكلام ديال الوصفه هي ان يغادر النظام الهلكي العلوي المغربي ويترك للشعب اراده التغيير ويخلي له السلطه في يده، تعود السلطه عند الشعب وليس عند من يحكمون الشعب. ياك بغيت الوصفة أنا أعطيناها لك، ولكن لا تعملون بها لأنه ستضيع كلكم مصالحكم، وما تلاقي عندكم لا عظيم تكدوه، هذاك العظم اللي يلوح لكم باش تكدوه ما تلاقي كاين. لا نشدوا المداخيل الوصيبين نفرقوها على كل واحد 10 عام. نعم اي علاش علاش مستحيلة. شكون اللي يدي هذا الفوسفات؟ عايدة الفوسفات شكون اللي يدي؟ أنت بنفسك ما تدي، انت بنفسك ما تدي. شوف غير كل من يتناوبوا على الإدارة العامة لمكتبهم اللا شريف للفوسفات، اللا شريف دائما هما يبغوا يلصقوا ذاك الشريف باش انت ايكوغطوك، باش تقول هذا راه شريف، هذا كل شيء يعني الشرف الشرفة هذو مساكن يعني لا كاع شي حاجة ديال الناس ما يدوها، نزهاء وشرفاء وأبرياء كل شيء شريف، وهو ما كان غير الشرفة، ما كان غير الشفرة، كان غير الشفر. شوف هذا يعني شوف من تناوبوا على رأس هذه الإدارة وشوف خلفياتهم شنو هي. إدريس بن هيمة، إدريس بن هيمة من هو؟ إدريس بن هيمة هو ابن أخت جاك شيراك الرئيس الفرنسي، وابن وزير الداخلية الأسبق يعني أنا في الستينات من القرن الماضي، ومن بعدها طار ولاية الدار البيضاء، وبعدها طار إلى وكالة إلى الخطوط الملكية المغربية. شوف هذا الآن اللي كايد، شكون اللي جابوه منين جابوه، وشوف راتبه كم، والمواطن المسكين اش تعطوه؟ ونشدوا المداخل ديال الحوت اللي كنديروا اتفاقية مع نعم نعم اغلى اطروت في العالم هي الاطروت ديال المغرب 1800. 1800 كم في مساحه المغرب وكم يستحق هذا الشعب ان يكون عنده الاطروت، وكم هي المناطق التي تحتاج الى اطروت واللي يموت فيها الناس يوميا. ولكن كما ضحكت كما الان تستهزئ بمطالب الشعب المغربي، قد يأتي عليك يوم من الأيام حتى أنت تذوق من نفس المرارة. عندك الدنيا لا دوارة، الدنيا دوارة. طريق سيار في أفريقيا باش طريق سيار أفريقيا بلا فلوس، قلت دابا أنت كتشد طريق سيار من طنجة حتى للكويرة غادي باخر وعلى خط طنجة للكويرة ما كتلقى حفرة وما كتلقى جب، ما كاين لا حفرة لا والو. لا ودي شنو نقول لك، قالك اللي حشمو ماتو ملي كتمشي لكاع ديال شي دوار
واحد الشيخ وكذا واحد الدراكي وكذا واحد العصر. قالك اش غايدير بالقائد واش غايدير بالدراكي واش غايدير بالمقدم واش يدير بالشيخ، هادو غا البرقاقة ديال الدولة. والمواطن باغي فاش يخدم، وباغي منين يصيفط ولادو المدرسة تعود مدرسة محترمة، وابغى منين يمرض يمشي للسبيطار يلقى الطبيب قدامه يلقى الدواء. اش غايدير بالمقدم والشيخ؟ هادو خليناهم لك لأن عملهم يشبه عملك، غير مختلفين. واحد كيلبس كرافطة والكومبلي باش يدير عمل، وواحد عنده واحد الموتور يدور بيه مع الزناقي يشوف اش واقع، هذاك بنا هذاك هذاك عاد هذاك جا هذاك مشى هذاك عنده ضيافين هذاك مشى وهذاك راه مشى وهذاك ماتريكيل ديال الطوموبيل هذاك عنده مشاكل مع زوجته، هذا عنده مشاكل مع اخوه، هذا خدمته. اش بغى واش المواطن محتاج للشيخ والمقدم؟ الشيخ والمقدم خدامين عند وزارة الداخلية وعندهم دور عند وزارة الداخلية ويتخلصوا على دورهم لوزارة الداخلية. أما المواطن المغربي بغى ذاك الشيء اللي قلنا لك. حاضي 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 النظام الهلكي، شنو حاضي حاضي مصالح المواطنين. عمرك لقيت شي واحد شاف شي سيارة ديال الأمن الوطني وقال الله الأمن الوطني؟ الله جا الأمن الوطني. عمرك لقيت شي واحد في المغرب شاف شي سيارة ديال الأمن الوطني وقال الله الحمد لله جات سيارة الأمن الوطني؟ دير لها شوية ديال التحليل، راه أنت عندك مع شوية ديال التحليل النفسي والسيكولوجي دير شوية ديال التحليل. هذا الشيء اللي قلت لك، الجملة اللي قلت لك. عمرك لقيت شي مغربي قال الله الأمن الوطني جات السيارة ديال الأمن الوطني؟ نشوفوا غير سبيطار عليه اكتظاظ، نشوفوا غير الاداره فيها رشوه، نشوفوا غير كذا الزبون المحسوبيه، ما شتيش انت كتخلي طوموبيلك وكتجي الصبح كتلقاها؟ ده هو دور الامن، وعلاش ما خاص الامن يدير دوره؟ ما شتيش انت خدك تمشي تقضى وترجع تحب كيف تصبح؟ مزيان، كاين حالات الاغتصاب، على كتوقع حالات الاغتصاب؟ والله ما عمرها وقعت لعائلتك، ولا وقعت لك، ولا وقعت لأقرب المقربين لك، ولا حتى توقع لك عاد تفهم عن الظلم الذي تدافع عنه. ما شتيش امك تخرج تقدا وكطيح بالصدمه وكتبعها واحد الدريجه ولا خالتي بالصدمه؟ الله فين كاين هذه؟ فين؟ حتى في العربيه السعوديه ما هي كاينه عندي انا، هذه الذي يحجون اليها الناس بالملايين في كل سنه، فين كاين هذه؟ طيح لها بزطامة وجيبوه له. وراني قلت لك اللي حشمو ماتو. وسي عاف اخويا لا بوليو باريزيان ومع السبعي تاع الظلام ودخل لك الطوموبيل وصلت على ديك العمارة تقول لهم نخليكم اللي معطينا التليفون عيط كيف اللي حل الباب. تقارنوا فرنسا تقارنوا غرب هذا، فرنسا تقارنوا غرب هذا الشيء. فرنسا راه دايرة دورها الأمن، فرنسا ما يحتاج لا يدق على جارو ولا يخرج غار برا يلقى سيارات. هذاك السياره اللي قلت لك اللي منين يشوفها المواطن يعرف بانه الامن فعلا جاي، الامن ما كاين لا تليفونات ولا تعليمات ولا باك صاحبي. نضعك مشرف لا طولتي الهضره، اتوا البوليس مع السبعه اما لك على 10 تليفون خصك تجي بالنهار وتجي المساعده بالنهار باللي انت مشبوه فيك نهار بين جوج دليل باقي الحال البيبان حي شعبي محل البيبان كيما مشيتي محل البيبان. باه يتكلم عن العصر الحجري ولا فيما دقيتي عاغوتي على الله يحلو شي راجل يخرج عندك هكا تسوادي هكا تسوادي مغرب بنو الرجال والعيالات عيال الضحاو شافو ولادهم ولاتهم مشاو ورجال سخاو حياتهم مستقبلهم كلشي وضحاو باش انت جيتي اليوم ولقيتي واحد الحارس بتاع حرية التعبير اش درتي بها الشماتة؟ باه ودي حنا شماتة ما كاين مشكل، حنا غا شمايت. وحتى ان كنا شمايت حنا ما نهبنا فلوس حد، ما سرقنا امانة، وما خلنا امانة، وما قتلنا ناس في بحر، وما عطينا تعليمات باش ينتقموا من الناس، وما طلبنا من حد على انه يتجسس على فيسبوكات الناس ويشوفهم مش يكتبوا، وما تكلمنا بهذا الخطاب
احنا شمايت، نعترفوا لك بأننا احنا شمايت ولا نساوي أي شيء، وحنا يمكن كاع نزيدك لربما تبغي توصفنا مولي كذلك بولاد الحرام، ما كان حتى شي مشكل، وصفنا بولاد الحرام، وصفنا بناكري الخير، وصفنا بأي وصف تريد، بأي وصف تريد، وخوانا ومرتزقة كيف يكتبوا واحد ديك الكتائب الإلكترونية، وخوانا ومرتزقة، ونشتغل مع المخابرات الجزائرية ونخدم أجندات خارجية، والمهم كل شيء ذاك هذاك التسبيح ما كان حتى شي مشكل نقولوه، نقولوا ان احنا نقابلينه منك، ولكن احنا على الاقل ما سرقنا فلوس الشعب، على الاقل احنا لا نتجاهل مطالب الشعب، احنا إذا كان هذا النظام عندك اللي تدافع عنه فدار هذا الشيء، كل شيء سرق أموال الشعب وتكرفص على الشعب وانتقم من الشعب وهجر الأحرار وانتقم من الأحرار وكرفص ما تبقى من المغاربة في المغرب، ويتجاهل مطالبهم ويستعرض عليه عضلاتهم، ومستعمل كل أجهزته اللي هي خاصة تكون في خدمة الشعب يستعملها ضد الشعب. وهنا هنسولك شكون هو الشماتة، تراك عارف الجواب. اسم الشرفة. الشرفة الشرفة إلى الشرفة ما يسرقوا فلوس الناس. الشرفة الشرفة بالمفهوم ديال الشريف، الشريف ما يسرق فلوس الناس. الشريف لا يعطي تعليماته لقتل الناس. الشرفة ما يظلموا الناس. الشرفة يستمعون إلى الناس ويكونوا قضاة عادلين في أي خلاف وفي أي صراع في مؤسساتهم ولا في دولتهم، هذا هو مش الشرفة. أما هذوك الشرفة يتكلم عنهم فرام الشرفة مزورين، هذوك الشرفة مزورين، ولا كنا نخدموا بمنطقة كنت اللي تتكلم عنه لكنا احنا ما نعرف قاع منين. ولكن الشرف راه شرف الفعل يا ولدي، الشرف شرف الفعل. اش بصالحين؟ اش كتسب صالحين؟ نكتفوا بهذا القدر، مع لان الرسالة وصلت من خلال هذا الشريط، وحنا يعني تكلمنا ووضحنا ما هذا يعني احد حراس المعبد، ويكفيه ما قلنا. بالنسبة للعنصر، العنصر لا يشد عن قاعدة هذا الزعماء بين قوسين السياسيين في المغرب الذين يقولوا تصريح اليوم ويخرجوا بواحد غدا، كيف هذاك اللي قال بأنه اعتاز السياسة ومن بعد رجع رئيس حزب، أخنا توش راكم عارفينه، هذا كذلك خرج بتصريح ذاك النهار في ميديا ان تي في وقال بأنه لن يترشح لولاية مقبلة، ومنين كان راجع بعد هذا التصريح وقع له هجوم بالحجار في مقطع الأطوروت بين طنجة والرباط وحفظ مولانا، وكان لا يموت، وأعتقد على أنها رسالة ولكن ما استوعبها. الآن قال بأنه لا يترشح وبأنه ليست هناك تعليمات عليا في المغرب، يعني أنه غير ترشح وجه وترشح، بينما احنا نعرف بأنه من كان في وزارة الداخلية قبل سنوات قليلة جدا هو كان وزير الداخلية. هل كان هو وزير الداخلية الفعلي؟ يعني حينما تحمل صفة وزير داخلية في 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 دولة من الدول، هل أنت وزير داخلية فعلي ولا غير كومبارس بحال هذا اللي كومبارس اللي كان الآن في محكومة تضحك للشعب؟ أنت عارف بأنك كنت كومبارس وستظل كومبارس حتى تندفن، وبأن حتى قرار الترشح إلى الأمانة العامة للحزب ليس قرارك، ما هو قرارك، وانت عارف بأنك حتى يعني السن لا يساعدك على تحمل المسؤولية وعلى الاستمرار في المسؤولية، ولكن جاتك تعليمات باش تستمر في هذا، باش تبقى في هذه الخلطة، هذا الضحك على المغاربة. ولكن نقول لكم بأنه هذا الشيء كل شيء اللي تفعله، هذا التخربيق كامل اللي تخربقه،
هذا الارتباك، لأنه هو ارتباك راه نوع من الارتباك، لأن كيف قال لك الإنسان إذا تلف يشد الأرض، هذه كلمة متداولة ومعروفة. النظام حينما يتبعرص بين قوسين فخصو يشد الأرض. الآن مكملين في 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 فسادكم، ولكن مكملين، أنا نقول لكم مكملين باش تمشوا إلى النهاية، وتمشوا إلى النهاية بأسرع وقت ممكن. كلما تماديتم في ظلمكم واستبدادكم ومراوغتكم للشعب والضحك على الشعب، فإنكم تسيرون إلى نهايتكم بسرعة. وكلما توقفتم ودرتوا هذوك القطائع مع ماضيكم وخرج، لأنه الليلة كان ممكن على أنه العنصر يقول بأنه أنا سأعتزل السياسة، نمشي نقبض واحد السبيح ونمشي نسافر مع راسي ونمشي نهج ونمشي نستغل الوقت اللي ضاع لي كل هذه السنوات، ونمشي وفي انتظار النهاية اللي هي نهاية جميع البشر ونهاية كل الأحياء. لكن جاتك تعليمات واستمر معهم، استمر في تعليماتهم، وروض كذلك الحزب أيضا في مرحلة المقبلة، ولعبوا ما يديروا على الخلطة وضحكوا مع رؤوسكم في انتظار الانتخابات المقبلة، ولكن الشعب لن يسمح لكم بأن تستمروا في الضحك عليه. لذلك الشعب البسيط جدا، ذاك المواطن اللي هو نقوله فهمه المحدود جدا، عاد فاهم بأنه النهاية قريبة جدا. تحياتي لكم، وأستسمح على الإطالة لأنه ربما أطلنا في هذا الفيديو، لكن الوضع يتطلب ذلك. تحياتي لكم وليلة سعيدة للجميع.